إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم 3 نوفمبر 2020. البارح كان 2 نوفمبر 2020، كان أول يوم طحت فيه التلج. دونك تشوفوا رايا بقى أثار ديال شوية ديال التلج. الدراري الصغار دابا تلقاهم فرحانين اليوم، لأن في المدارس كيخرجو بزاف لي بوز باش كيلعبو في التلج، وكينشطو كيضحكو. وغنخليكم مع هاد المشاهد الجميلة ديال التلج. يلا سيدي، بصحتكم التلج، بصحتكم الدقيق والسنيدة البيضاء. يلا السلام عليكم.
you.